مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للاسواق الماليه والعالميه من تداول. طبعا ننتظر اليوم بيانات عن سوق العماله في الولايات المتحده، ولكن امس كان هناك بيانات ايجابيه في الاقتصاد في الولايات المتحده، ودعمت الدولار في الارتفاع على حساب اليورو والباوند الذين انخفضوا في تداولاتهم. اذكر ان الدولار الذي يقيس اداء العمله الامريكيه امام سله من العملات الاجنبيه اخترق مستويات ال 95 وسجل حاليا مستويات ال 95.40 نقطه، مبتعدا عن ادنى مستوياته في 3 أسابيع ونصف ومرتفعا للجلسه الرابعه على التوالي. طبعا استفاد الدولار من التوتر الناجم بين الولايات المتحده والنزاع التجاري مع الصين، وقالت الصين انها سوف ترد في حال قام دونالد ترامب بفرض رسوم جمركيه جديده على واردات الصين بقيمة 200 مليون دولار أو 25% بعد أن كانت 10% سابقا. وامتدت هذه المخاوف على الأسواق الأوروبية وعلى الأسواق الأسيوية، حيث تراجع اليورو في تداولاته مطلع هذا اليوم واخترق مستويات 116 ليتداول حاليا مستويات 115.77، ونتوقع أن يستمر في تداولات منخفضة وقد يصل اليوم إلى 115.40. في الانتقال إلى أسعار الباوند الذي تتداول بانخفاض، خصوصا بعد رفع أسعار الفائدة أمس 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا، ولكن أشار مارك كارني بأن التضخم قد يهبط لدون مستويات 2% المستهدفة لدى البنك، وأيضا أشار مارك كارني بأن سياسة البنك المتبعة مستقبلا سوف تأتي برفع أسعار الفائدة ولكن بطريقة جد تدريجية. الدولارات الإيجابية على الدولار هي التي ضغطت سلبا على الباوند الذي يتداول حاليا دون مستويات 130 ليتداول عند مستويات 130، وربما قد يصل الى مستويات 129.65 في حال اخترق مستوى 130.30، نتوقع ان يصل الى مستويات 130.50 وربما 130.95 كهدف مقاومه. ايضا مؤشر القوى النسبيه كما يظهر في رسم بياني يعطينا تداولات سلبيه على الباوند. الذهب الذي ينخفض الى ادنى مستويات دون مستويات 1211، خصوصا مع تحسن الاقتصاد في الولايات المتحده وتوقع بان الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع اسعار الفائده في اجتماعه المقرر في سبتمبر، وطبعا اسعار الفائده والذهب يتداولان بطريقه عكسيه، لذلك التداولات المنخفضه على الذهب نقطه الارتكاز اليوم هي 1211 في حال كسر هذا المستوى، نتوقع ان يصل الى مستويات 1200 وربما 1197، اما في حال اختراق 1211 نتوقع ان يصل الى مستويات 1214 وربما مقاومه 1218. حاليا ايضا مؤشر القوى النسبيه يضغط بطريقه سلبيه على اسعار الذهب. اسعار النفط التي تتداول حاليا عند مستويات 68.40، في حال كسرت هذا المستوى نتوقع ان تصل الى مستويات 67.40. اذكر ان ارتفاع المخزونات الامريكيه جاء ليضغط سلبا على اسعار النفط ولكن ليس كثيرا، خصوصا وان متوسط 5 سنوات لمخزونات النفط لا يزال منخفض، وهذا طبعا يدعم النفط في الارتفاع. اذكر ان زياده الانتاج من الامارات روسيا والسعوديه قد تعوض بعض الانخفاض المتوقع من جراء وقف الامدادات، خصوصا مع فرض العقوبات الامريكيه على ايران. الانتقال الى مؤشر الداو جونز واس ام بي الذي ارتفع مؤشر اس ام بي امس في تداولاته مدعوما باسهم التكنولوجيا خصوصا ابل التي سجلت ارتفاعات قويه في تداولاتها، واصبحت الشركه المصنعه لهواتف ايفون شركه امريكيه مطروحه للتداول عام تبلغ قيمتها تريليون دولار امريكي. مشاهدينا ترقبوا اليوم مزيد من المعلومات حول اسواق الامريكيه خصوصا مع صدور بيانات سوق العماله، حيث متوسط الاجور ومعدلات البطاله التي نتوقع ان تاتي ايجابيه وتدعم الدولار في الارتفاع. اشكركم للمتابعه، ارقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله.